السلام عليكم كل شيء مزيان كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير والف خير اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه اللي كتعجبنا حنايا وكتعجب حتى الوليدات الصغار بالاخص واللي هي لي كريب اليوم لي كريب غادي نقدم لهم لكم بواحد لاصوص شوكولا اللي كتجي غزاله وكتجي يعني آه كتوالم بزاف مع مع لي وغادي ان شاء الله غادي تنفعكم في لي لكيك كيك شوكولا يعني في اي وقت احتاجيتوها فغادي تنوضوا ديروها لانها ساهله ومكونات ديالها حتى هما يعني ما فيهمش بزاف نبداو على بركه الله بسم الله بل... نبداو بلي كريب ديالنا عندي هنايا سيترو ديال الحليب عندي جوج كيسان ونص عنبه ديال الطحين مغربلين عندي هنا ثلاثة ديال البيضات وعندي هنا يا كيس ديال الفانيلا وعندي معلقة دايبة ديال الزبدة اذا غادي نبدا ان شاء الله نخلط العناصر ديالي كاملين في في الخلاط وما نساوش ما عندي هنايا واحد المعلقه كبيره ديال سنيده بعد ما ضفت الحليب وضفت العناصر ديالي كاملين دابا الحليب الطحين البيض ومعلقه كبيره ديال السكر دابا هنايا خليت الفاني وخليت الزبده هادو حتى نطحن العناصر الاولى مزيان عاد غادي نضيف في الاخر هاد جوج ديال العناصر هي اللي هما الفاني والزبده يلا غادي نبدا هنايا من بعد ما انا طحنت هاد الطحنه الاولى ديالي دابا غادي نضيفو الزبده الزبده الاحسن بقاو ما تخليوها حتى الاخر باش كيجيو كي لك خاب فوقهم واحد اللون زوين وحتى الفاني باش كيبقى كي من الاحسن يعني ماشي ضروري ولكن من الاحسن يعني نقومو بهاد العمليه هادي هنا من بعد ما طحنت لي كريب آه هو الخليط ديالي وجد دابا غادي نغطيه بالسلوفان وغادي نخليه يرتاح ماشي بزاف واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه على ما يتوجد لينا صوص شوكولا لان خاصها تكون واجده قبل ما نبداو نطيبوا لي كريب ديالنا يلا دابا غادي ندوزو ان شاء الله المقادير نشوفوها مع بعضياتنا ان شاء الله بالمقادير ديال صوص شوكولا عندنا هنايا ربع كاس ديال الزيت النباتيه وعندي هنايا ثلاثه ديال المعالق ديال السنيدة سكر سنيدة كيبقى على حساب الذوق يعني انا ما درت لازم المعالق ما بزاف نتوما على حساب يعني الذوق ديالكم واش تبغوا وهم حلوين ولا شويه هنا نص كاس ديال الحليب ونص كاس ديال الماء يعني تيكون نفس عندهم نفس العبار هنا عندي جوج ديال لي ساشي ديال الكاكاو المر آه كيبقى هنا واحد العنصر اللي هو ماشي ضروري يعني الا كان واجد الا كان عندكم يعني في الدار اللي هو آه شوكولا نواخ انا ما كنديروش دائما يعني الا كان فهو كيضيف واحد المذاق زوين وكي يعني كيزيد يختر لينا لاصوص ديالنا سينو ما كاينش ماشي ضروري نهائيا انا شحال من نوبه كندير كندير هاد الصوص هجري وما تن... ما معها معاها هاد الشوكولا يعني كتبقى اختياري وماشي ضروري كنتمنى تكونوا فهمتوني دابا غادي نبدا ان شاء الله نطحن العناصر ديالي كلها في الخلاط الكهربائي ومن بعد ان شاء الله غادي نضيف دابا هاد الكاكاو هنايا البنات ها هي لا ديالي واجده انا درتها فوق البوطه شويه يعني وخليتها شي شويه غلات باش كتزيد كتعقد معنا اون فوا تشوفوها بدات شي شويه كتعقد فانتوما كت كت تطفوا عليها يعني كتشوفوها بدات كت كت كتغلي دابا وكان خاصني يعني ضروري نسخنها باش نزيد ليها الشوكولا باش تبرد ليا الشوكولا ديالي اللي غادي نضيف فانتوما البنات الا كانت عندكم اي شوكولا في الدار ماشي ضروري تكون شوكولا نواغ اي شوكولا كانت عندكم في الدار يمكن لكم انكم تضيفوها اي شوكولا يعني حتى الا كانت عندكم حتى نوتيلا مثلا ما كافياش ولا بغيتو تديرو واحد المعلقه ديال نوتيلا باش تعطي داك لوغو ديروها اي شوكولا كانت عندكم في الدار يمكن لكم تضيفوها ماشي ضروري تكون شوكولا نواغ كما كتشوفوا هانتوما كيفاش كتجي الشوكولا آه سو الشوكولا ديالنا كتجي واحد اللون فيها زوين وكتجي خاتره دابا غادي نبقى نخليها هكا على ما تدفى وغادي ندخليها للثلاجه تبرد لان خاصها تكون بارده فاش نبغيو يعني نزوقوا بها لي كريب ديالنا هنا كما كتشوفوا ها هو القوام ديال لي كريب ديالي كيجي على هذا القوام هذا انا بديت كنطيب آه لي كريب دابا وخليت صوص شوكولا كتبرد في الثلاجه على ما تبرد ليا مزيان انا نكمل ان شاء الله طياب ديال لي كريب ها البنات شوفوا لي كريب ديالنا كيفاش كيتنفخوا كي فهو كيتنفخوا كي بواحد الشكل زوين وكيجيو من الداخل غزالين يعني فاش كيتنفخوا كي فهذا كيدل على انهم ناجحين وخفاف يعني ما كيجيوش معجنين ها نتوما كما كتشوفوا ها هي دابا طابت ليا طابو لي ديالي ها شوفو شوفوا كيفاش كيجيو كي فهاد المقادير ديال لي كريب ان شاء الله الا جربتهم غدي يوليو يعني غادي يوليو معتمدين على عندكم وغادي يعني غادي يعجبوكم دابا البنات غادي ندوز للتزيين فبالنسبه للتزيين غادي يكون اختياري انا هنا اختاريت البنان واختاريت هنايا واحد يعني خليط ديال اللوز مع كاوكاو اللي مقليين ومهرمشين وهذه لاصوص ديالنا كيف ما كتشوفوا هانتوما شوفوا كيفاش كتجي فهي كتجي عاقده واللون ديالها غزال وكيف ما قلت لكم ما غاديش يعني تحتاجوها غير في لي كريب تقدروا تحتاجوها في لي بانكيك في لي تارت شوكولا في اي حاجه بغيتو هنايا ها هما لي كريب من بعد ما وجدوا ليا كما كتشوفوا فتا الكميه كتكون يعني كميه تبارك الله كتعطي مزيان هانتوما كيجيو خفاف على هذا الشكل هكا دابا غادي نبدا تزين ديالهم بعدين غادي نبدا ندير الكريب الاولى ديالي صافي كما كتشوفوا يعني غادي ساهل بزاف غادي ندير الصوص من الداخل وكيبقى زين على حسب الرغبه كيفاش بغيتو نتوما انا غادي ندير هنا الطريقه التقليديه يعني ديال لي غادي نطويهم على شكل مثلث صافي وغادي نوريكم على هذا الشكل هكا غادي نزوق شويه من الفوق بالصوص الشوكولا هكا لهاد الشكل دابا غادي ندير لاصوص من الفوق بحال هكا نخوي لاصوص غير بشويه على لي كريب ديالي ها نتوما كيفاش كتجي شوفو كتجي عاقده غادي ندير هكا بشكل يعني هكا نخوي لاصوص ديالي ومن بعد غادي نجيب واحد يعني دوك طرونشات ديال ديال البنان وغادي نبدا نحطهم بهذه الطريقه هكا يعني كيف ما كتشوفوا وكيبقى تزين كيف ما قلت لكم يعني اختياري الطريقه اللي بغيتو نتوما كيفاش بغيتو تقدوهم وباش باش بغيتو يعني تقدوهم كيبقى اختياري وكيجيو على هذا الشكل هكا كيف ما كتشوفوا كيجيو شكل جميل اما بالنسبه للشكل الثاني فانا درتو على هذا الشكل هكا كيف ما كتشوفوا ها يعني درتو بهاد الشكل هكا طولي يعني تا هو تيجي شكل بسيط بالنسبه للشكل الثاني فتا هو نفس الطريقه درت لاصوص من بعد درت ديك اللوز والكاوكاو اللي كانوا عندي كما قلت لكم مقليين ومهرمشين صافي وطويته وزدت ليه ديك لاصوص من الفوق ديك لاصوص شوكولا من الفوق وزدت ليه ديك اللوز والكاوكاو الزين صافي يعني تا هو شكل بسيط الاخير كما كتشوفوا فتيجي الشكل ديال لي كريب ديالنا على هذا الشكل هكا كيجيو زوينين في المنظر وحتى في اللوغو كيجيو غزالين آه كنتمنى ان شاء الله انكم آه تجربوهم و ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا ولو القليل من آه يعني خبرتي البسيطه <applause> وشكرا بزاف على على المتابعه ديالكم ما تنساوش انكم تبارطاجيو لا فيديو وما تنساوش ديروا لايك للفيديو إذا عجبكم وتبارطاجيوهم مع صحابكم وحبابكم واذا جربتوا الوصفه تشاركوها معايا في الانستغرام ام ياسمين كيتشن وان شاء الله او عن طريق الواتساب وتهلاو فراسكم بزاف شكرا بزاف على المتابعه ديالكم شكرا بزاف على لي كومونتير الزوينين اللي, اللي كتخليوا ليا ديما تهلاو فراسكم وبسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله بسلامه عليكم باي باي